نقدم آيات الولاء والطاعة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله ورعاه بهذه المناسبة العظيمة العيد الوطني 46، ونقدم ولاءنا لهذا الوطن ونفديه بروحنا ودمائنا وكل أولادنا، ونشكر مديرية المناطق الخارجية على هذه الفعالية الجميلة التي تنم عن الولاء والطاعة لهذا الوطن. والتبريكات لمقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ولمقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ولإخوانه حكام الإمارات، ولسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة اليوم الوطني 46 في دولة الإمارات العربية المتحدة، سائلين الله أن يديم أمن الوطن ورقيه وازدهاره. نحتفي في هذا اليوم بالروح الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتلاحمها مع أبنائها، استكمالا لنهج المغفور له بإذن الله الوالد الشيخ زايد بن سلطان النهيان طيب الله ثراه وأخوانه مؤسسي الاتحاد.
46 عاما من الاتحاد والتأسيس لمستقبل مزدهر يحمل في طياته الكثير لشعبه ولكل من وضعت قدمه هذه الأرض الطيبة. 46 عاما من البناء والرقي حتى غدت دولة الإمارات رمزا يحتذى به في كافة المجالات. 46 عاما من الاستثمار في الأمن والأمان حتى غدت أجهزة الشرطة والأمن في دولة الإمارات مثالا يحتذى به في مختلف أرجاء العالم بفضل الله ثم بفضل جهود قادته وأبنائه. سائلين المولى عز وجل أن يحفظ هذا الوطن ويديم عزه واستقراره. شكرا. للعيد يوم وللوطن عمر، فيه تتحدث القلوب وتفيض المشاعر ويتجدد الولاء. نترككم اخواني مع الشاعر محمد الكعبي وقصيدة مبروك عيدك يا بلادي. مبروك عيدك يا بلادي، مبروك عيدك يا بلادي، مبروك يا دولة الامارات زايد مؤسس الاتحادي واخوه راشد له علامات قام اجتماعا له شادي. كل الدول تضرب بهنعاد اعني السميع ودبي مرادي الهن على البنيان بصمات يعلها سحب سوادي يبطي مطرها بالسنوات، يعلها سحب سوادي يبطي مطرها بالسنوات. يا رب خلاق العبادي، يا رب خلاق العبادي اطلبك طلبه الصلوات، تحفظ وطننا من وعادي، تحفظ وطننا من عوادي وصد عنا كل شمات في ظل سلطان سادي امن وسعاده، في ظل سلطان سادي امن وسعاده وارتياحات. والنايب محمد ريادي قاد التطور والحضارات، ابو خالد الهم بالسنادي ما يبات ثاره صعب هيهات، ابو خالد الهم بالسنادي ما يبات ثاره صعب هيهات. والختم صلوا يا الوادي على النبي خير البريات. مبروك عيدك يا بلادي، مبروك يا دولة الإمارات. سؤال. اعزائي الحضور، نتابع معكم فقرة الاستعراض العسكري يقدمها طلاب وطالبات مدرسة الدانة متبوعة بفقرة الرقصات الشعبية. ونحن على الأنحاء.